مساء يوم الاثنين 24/10 كان في اجتياح للبلدة القديمة. هلا احنا سمعنا صوت انفجارات، ف يعني كنا ندعي رب العالمين انه يحفظ الشباب يحفظ اخوي، بس ما توقعنا انه ما كنا متهيئين انه رح يصير هيك في وديعة هذيك الليلة، لانه كنا قبل بيومين موجوعين من تامر الكيلاني، ويعني هو تامر الكيلاني رفيق وديع بالمقاومة، وهو مع بعرين الأسود، يعني الثاني معاه تابع لعرين الأسود، كان يعني مع المقاومين. فكنا يعني قاعدين سمعنا صوت قصف، فكنا زي أي ناس يعني نتابع التليجرام إنه نشوف الأخبار نشوف شو بصير يعني، بس الواحد جواته إحساس خوف صار، يعني ما في راحة، مش زي دايما حاسين إنه رح يكون في إشي. ف يعني نتصل على أهل البلد يقولوا لنا لا وديع بخير، طلعوا من البيت هو والشباب، يعني كلنا بنعرف إنه وديع كان البيت فاتحه عامله هو للمقاومين لجميع أصحابه، يعني محتويهم في قلب البيت. فكنا ندعي لوديع وللشباب إنه الله يحماهم. وسمعنا صوت قصف كتير كان قوي، يعني نوقف على الشبابيك نوقف على الأسطح عشان نتطلع نسأل الناس. استمرت المقاومة 3 ساعات، 2:30 تقريبا للساعة 12:30. على الساعة 12:30 صرنا نرن على يعني هديت شوي، صرنا نرن على أهل البلد القرايب قلنا نحكي لهم شو صار، كيف وديع كيف الشباب. يحكوا لنا وديع الحمد لله منيح ما ماله إشي. مرقت ساعة نتصل على والدي ما برد، اتصلوا علينا الناس يقولوا لنا وديع مصاب، يعني إصابة برجله وهيك، فندعي إن شاء الله تكون يعني تمرق أخير إن شاء الله. نسأل على الشباب اللي يكونوا معاي، كل يقول الكل بخير، في إصابات خفيفة ببعض الشباب. فمرقت 10 دقائق بتصل زوجي على والدي بحكي له شو عمي شو صار، لبحكي له وديع وديع تصاوب، على أساس إنه وديع متصاوب برجله. نزلنا على المستشفى بس عندي إحساس إنه وديع ما كان يعني متصاوب، في إشي أكبر من هيك. إجاني الخبر إنه وديع تصاوب بإجره بفخده، تصاوب وديع. نزلنا على المستشفى اللي هو مستشفى تخصصي، قالوا قاعدين بعملوا له إسعافات وبنعشوه. هلا إحنا من كتر الجمهور اللي كان موجود من الناس اللي كانوا يعني اصحاب وديع وحبايبه يعني واهل فلسطين، يعني كامله من كل القرى اجوا لوديع وحاولوا انه لانقاذه لوديع، واحنا كنا من ضمن الناس هذه طلع على وديع، يعني هو قاعد يعني انفاسه الاخيره كان يطلع وديع. هي اللحظه اللي كانت مؤلمه للجميع، انه بنفقد اعز انسان، يعني كل انسان بحس انه ابنه أغلى شيء بالدنيا، وهذا كان وديع، مش بس بالنسبة لي، بالنسبة لفلسطين كاملة يعني، لأنه وديع كان قدوة كل الشباب ولا يزال قدوة الشباب، لأنه لبى النداء وكان بإصرار إنه خلص بده يقابل الله فداء الوطن، وكل الشباب على نهجه ماشيين بإذن الله اللي هي لقاء سبحانه وتعالى. احنا لما نستشهد وديع نزلنا على المستشفى زي ما قالوا، يعني على اساس انه مصاب ما بنعرف انه استشهد، فتقريبا بجوز قعدنا بالطريق اكثر من نص ساعه لحتى عرفنا نوصل المستشفى قد ما كان في ناس. يعني كانت الناس يعني بدي اقول لك من باب العربي التخصصي لعند مستشفى رفيديا من الشقه الفوق، يعني ما بتقدر تحط ايدك قد ما كان في ناس، فكان يعني انه التنقل صعب كثير كثير. في النهايه وصلنا فقالوا اصابه، رحت لقيت اخته قاعده بتعيط، لك شو مالك؟ بقولها بتقول لي وديع استشهد. بقوله بقولها لا، ما اتصلنا كنا نتصل ما حد كان يرد علينا، كل ما نتصل ما حد يرد، كلهم جوالاتهم ترين وما يردوا. ففي النهايه بقول لك رحنا كانوا مجتمعين حواليها الناس، وبعدها يقولوا وديع استشهد، بعدها يقول لا رد رجع للنبض، يصيروا الناس يقولوا يا رب يا رب يا رب يشفيك يا وديع، يرد يرجع يقولوا راح النبض.
بعديها قالوا رجع النبض اخر مره وهيهم بدهم ياخذوه على مستشفى رفيدي على اساس يعملوا له عمليه. وحملنا حالنا من العربي التخصصي رحنا على مستشفى رفيديا. فهلا الدكاتره طلبوا ابوه طلبوا عمامه على اساس انهم يكونوا واقفين فوق راس الدكاتره وهاي الشغلات يعني بغرفه العمليات. فعند قبل اذان الفجر بشوي اعلنوا خبر استشهاده. كان وديع له ميزة برمضان، ميزة برمضان إنه كان يحب الناس وكان يعمل حفلات للشباب ولأهل الناس ولأهل يعني للمعتازين. كان ينزل وديع، وديع في البلد كان قدوة لكل إنسان شريف، لكل إنسان عايز يطلب وديع ويكون وديع يلبي النداء لإله من كل شيء. الحمد لله الكرم كان موجود عنده بشكل رهيب يعني. واحنا لما بنقعد على الميده له في نهفات يعني، هذا بحب هذا بحب، بصير ينقر على الاكل، بصير هو بيعرف انه بس هيك يعني انه مزح مع كواته. كان معظم رمضان يقضيه عند اخته لانه امه توفت، هو كان عمره يعني بحدود 11 سنه، توفت امه اللي احتضنته اخته كانت بمثابه امه، وعمته كانت نفس العمليه بمثابه ام له. كان وديع انتمى يعني، عاش ما بين احضان هون. وديع كان يعني شهر رمضان عنده مميز بين أهله وبين حبايبه. شعور صعب إنه حد يوصفه، لأنه وديع كان عاملنا يعني عاملنا حياة للحياة، يعني هو روح الحياة بالنسبة لنا. يعني وديع كان بالنسبة لنا برمضان كان إشي كبير، يعني أول رمضان بدون وديع. يعني الله يصبرنا ويصبر جميع أهالي الشهداء، يعني بس اللي بيصبر الإنسان إنه بيحكي إنه وديع راح عند رب العالمين لأحد من العباد. فمنحكي إنه هو يعني رمضان عند ربه، إن شاء الله بكون مع أصحابه ومع الشهداء. هو أكتر إشي بحبه برمضان أجواء اللمة، أكتر أكلات بحبها بحب أكلات اللبن، المنسف المعكرونة بلبن، يعني المحشي كوسة كتير كان يحبه، كان يحب يعني بعض أكلات مميزة عنده، الفاصوليا الناشفة. هو أكله بسيط جداً، يعني ما كان يأكل كتير، بسيط بسيط أكله، وما كان يتكبر بالأكل، بس كان يحب الحوامض المخللات تبعون رمضان، التمر برمضان. كان عنده إشي مميز لوديع، يعني لما يجي عندي يرن علي يحكي لي شو أجيب معي، أجيب تمر، أجيب حلو، يعني يتحير شو يجيب معاه برمضان، يعني ويكون جاي ومبسوط مثلا شو طابخة اليوم، يجي يساعدني بالسفرة، أكون أحط السفرة أحضر، يقول لي يلا أنا بساعدك، مثلا يقلي اللوز معي للرز، يسكب اللبن بالزبادي، يكون قاعد يقول لي يقولنا يلا يا شيخ أنت بدك تقدن، يعني كان عامل حس الفكاهة في البيت. فالله يرحمه كان يحب طبيخ اللبن، مثلا السبانخ برضه كتير كان يحبه، وكان يحب الأوزي، فبرضه كان يحب العجة مع الخلطة، هاي أكلات كانت مميزة عنده، وكان يحبها صواني الكفتة برضه كان يحبها. كان ينزل مع الشباب لما كانوا يصحروا، كان ينزل وديع، ينزل وديع مع على السحور مع هالشباب. وحتى يعني الطفوله يعني ما عاشهاش زي بقيه، يعني فيش عنا يعني هون بفلسطين داخل فلسطين فيش طفوله، يعني الشاب ما بيحلم الا يحمل باروده وينزل يقارع الاحتلال. الطفوله عنا هون منسيه، مش عنا الطفوله.
رمضان الفات كان تاريخ 13/4، كنا مجتمعين احنا والاهل وخواتي التوأم، تنتين الي خوات توأم، فعزمناهم على الغداء، تغدينا مع بعض يعني على الافطور، فطور رمضان. كان وقتها عيد ميلادهم، وديع فاجئهم عملهم عيد ميلاد على سهرة. وقتها وديع هو وديع كل إشي إله على السريع، يعني أكله شربه يعني كل إشي على السريع على السريع، كان دايما مستعجل يكون، بس وقتها يروح يرد يرجع، يعني ما كان نفسه يروح، يعني يضل قاعد معنا. فعمل مفاجأة لأخواتي، عملهم عيد ميلاد، يعني هذاك يوم برمضان ما بنتسى أبدا، اجتمعنا إحنا والأهل، يعني كان البيت عندي مليان كتير، وديع خواتي أبوي أهلي يعني الأحباب أختي، يعني بيت حماها، كان يوم يعني ما بنتسى لحد الآن، وكل يوم مع وديع ما بنتسى برمضان. أنا كان يقولي سوسة، يعني خلص هيك زي ما قالت أختها، عندها روح الضحك اللعب الفكاهية، يعني ما كان يقول لعمتي يعني إنه عم جد، يعني زي أكنه أصحاب أصدقاء، يعني زي أكنه نضحك مع بعض نلعب مع بعض زي أكنه أطفال. العام برمضان اجا بقول لي شو اخبار الاسكندنية عندك؟ اصفرت بقول لا لسه خضرة، بقول لي طيب حط حالك هيني جاي، بقول له يلا تعال هيني بستناك. اجا بقول لي والله مليانه يعني مليانه اخضر، بقول له الوجه اللي فوق اصفر واللي تحت اخضر، انت لقيت الاخضر الك واحنا لقيتنا الاصفر. له بقول لي طيب بلش لقيت الاسكندنية، بقول له بما انك واصل فوق يعني وانا مش طايقه الاسكندنية اساسا قصلي لي اياها لاشا هي كبيره كثير صارت الشجره. بقول له طيب صرنا صار يقص بهالشجر ويرمي على الشارع، يعني على الشارع. كانوا صدفه الاولاد مروحين من المدرسه، بقولوا لي من هنا بقولوا خالته شو بدكم تعملوا فيه هذا؟ قالوا بقول لهم لقطوا خذوا قد ما بدكم. بلشوا يلقطوا. هلا لما لقطوا خلصوا بقول لهم بتقدروا ترفعوا العروق على الحاويه فوق على الشارع؟ لهم بقولوا لا عمود قال ما بنقدر نرفعهم. قال لهم خلص لقطوا خذوا اللي بدكم اياه وسيبوهم انا هلا برفعهم. وفعلا الله يرحمه بعد ما اخذ هو اللي بده اياه طلعهم على الحاوية وكنا نسمح لهم. قال لي عمتي هيني خلصت، قلت له يسلموا ايدك وتيسر على طريقة. قلت له خو معك اخي محبة عشان اختك بتحب برضه الحامض. انا هلا اساسا كل ما اطلع على شجرة الاسكندنية بقول الله يرحمك يا وديع وينك. اللي بصبر البني ادم انه راح عند رب العالمين اللي احن منا عليه. يعني وديع لما اختار هاي الطريق اختارها بارادته والاعتراض على حكم الله. بس نيجي بنطلع على ناس عوائل ثانيه، يعني اللي فاقده شهيدين، اللي فاقده ثلاثه، يعني زي ما احنا شايفين عنا ولا بجنين ولا باي بلد فلسطيني، في كل بيت في شهيد، في شهيدين، في اسير.